السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناتكم، قناة المشاهير، قناة المحبوبة أثاث الثقة، لتوجور تجيكم بالجديد. اليوم جيناكم الشلوم طروة اللي حبيت نقسم معكم هذا كما يقولك هذا الفيديو اللي راح يكون فيه مثير ومعجب، معجب بزاف، ويكون فيه إعجاب على بالي بلي راح يكون فيه إعجاب كثير. قبل ما نبدأكم في الفيديو اللي راح نوريه لكم دركا، راح نشكر كامل لي كليون تاعنا، كامل عائلة كبيرة اللي راهم توجور طايحين علينا بابوني، طايحين علينا بالجام. مرحبا بكم أزول في الأول. راح نجيكم بمحتوى ولا أروع، ولا أروع محتوى للناس كبير بزاف بزاف طلبونا فيه ودوموندونا فيه. اليوم راح نجيكم بمحتوى تاع صالو ماروكا، صالو ماروكا هذايا اللي سميناه ألادا 100% خالص مغربي، كيقولوا احنا مغربي بحال المغرب. واش راح اقول لكم؟ شوفوا هذه اللمحه ونوصف لكم هذا الصالون. خوتي خواتاتي، كما قلنا لكم رانا جيناكم بالصالون المغربي هذا، سميناه كما يقول لك مغربي من صع ايادي سوريه في الجزائر، حب يقول سوري وخدم لكم ستيل ماروكا فهنا في الجزائر، ومتواجد غير في محل اثاث الثقه. كما قلنا لكم الصالون هذا يمتاز كما يقول لك بعفايس بزاف بزاف شابين، ومام تقدر تخدموا بالمزايا اللي تحب انت ولا انت. حب يقول الصالون هذا يا المقاس تاع الصالون تاعك صغير نخدمه لك صغير، تحب نخدمه لك كبير نخدمك. هذا الصالون تخدم ميتراج، راح نوصف لكم الصالون ونفهمكم كامل في لي ديتاي اللي راكم حابين تسمعوها معنا. بون الصالون هذا لي قاعده تاعو دي 36 حاجه خشينه، ميم التوسو هذا لو فري ماروكان كيما راكم تشوفوا فيه. هذا بالعمله المغاربيه كي تبدلها بالعمله الجزائريه راح يسقام لك 1,300,000 للمتر، باش تحطكم في الصوره انه صالون فخم فخم جدا. ميم لو بوا تاعو، لو بوا تاعو كامل بلو بوا اتر ماسيف برومي شوا كيما راكم تشوفوا فيه لا فينيسيون. هذا الديزاين مخدوم باليد كيما راكم تشوفوه، وفضلناه باش نديروه دوري نعطيكم نكهه على الصالون. ميم في التوسو تاعو تجي في الباج بالدوري كيما راكم تشوفوا فيه، ونقدروا نخدموا لكم الصالون مام بالدوري كومبلي. حبي يقول كان اللي ما يحبش هذا في المارو نخدموه دوري وندير لكم هذا دوري فونسي، يخرج دوري فونسي تشوفوه كيما راكم تشوفوا حاجه شابه لا فينيسيون هاي قدامكم. الصالون هذا اللي كيما راكم تشوفوه جاي كامل يغلق لنا على الصالون تاعنا، تخدموه بلا كولور اللي تحبوه. حبي يقول لا كولور اللي تحبوه بالمقاس اللي تحبوه انتوما. حبي يقول عندك صالون طويل نخدموه طويل، عندك صالون تحبوا تخدموه ستيل ال دومي نخدموه ستيل ال دومي. ما درنا لكم هذه ديكور دو كوان، ديكور دو كوان هذا تليفون عفسه فاز يقدروا تحطوا فيه بزاف الصوالح، حتى لا فينيسيون في هذا الال، وشوف في الال تاعو في لا فينيسيون في الكوان تلقى فيه ديكور بالدوري. هذا الصالون كما قلنا لكم لي مخدوم بايادي سوريه بعقليه مغربيه، فيه لا طابل تاعو لي شابه خرجت باهيه وشابه شو لا فينيسيون لي بي تاعو الديكور، وفيه قاعده زجاجيه من الفوق. وما فضلنا باش ندير لكم دو طابل زياده، هاهم لك لي طابل زياده هذو كامل كل حاجه تتباع وحدها في الصالو المغربي هذا اللي سميناه ألادا. كما قلنا لكم شو الكوتي اللي منا، مام هذه فيها طاب دو كوا موتيف شباب، موتيف شباب خاوتي. شوف
ها لا فينيسيون موتيف شباب بزاف يولي عندكم دو طابل دو كوا كي تشوفوا هكذا في الصوره كيما يقول لك تشوفوا دو طابل دو كوا وتقدر كيما قلت لكم تخدموا ال سور لا غوش ولا ال سور لا دروات حاجه باهيه التوسو تاعو ما شاء الله لا فينيسيون وهذا راه متواجد غير في القليعه ولايتي بازا وين في محلكم محل اثاث الثقه ما كاش كيما يقول لك محل هنا في الجزائر عنده هذا الصالون نبدا لكم دوكا في كيما يقول في الديامتر تاعو في المقاس تاعو راح نعطيكم كامل المقاسه تاعو كيفاش يتحسب هذا الصالون الصالون هذا الانسان كي يبدا يقيس يحكم في داره صالو منا ويقيس حتى للحيط قال انا نخدمو من لهنا هذا الصالو كي نقيسو قال لقيت فيه 3 متر واش دير اضربها في 5 ملايين و 800 للمترات تقام لك 5 مليون و 800 كيما هذا فيه كومبلي 9 متر ادمي 9 متر ادمي يبدا منا ويروح للكوانه للهيه ويجي لهنا للكوانه ويعاود يجي للكوانه هنا هذه اضربها انت في 5 ملايين و 800 طيح لك هو يطيح لك 55 مليون وحده الطابله وحدها تسوى 5 مليون 5 ملايين وعندك هذو يسوى 3 مليون ادمي للوحده 3 مليون تقدر تخدم 4 تقدر تخدم 5 تقدر تخدم 2 طابل 3 طابل اللي حبيت حنا رانا هنا نخدموا على جالكم اي حاجه تطلبوها كيما قلنا لكم كاين انسان يقدر يخدم منا ما يحتاج هذا الكوا يبدا منا ويجي هكذا حتى لهنا يطيح لكم افير تاع تراس ولا 16 متر ولا اضربها في 5 ملايين و 800 كاين واحد يحب يكبر يدير ان غرون صالون حاجه قوه حاجه كيما يقول لك فخمه وكيما يقول لك مهمه بزاف هذا الصالون اللي حاب يستفاد منه يتصل نخدمه لكم ام بلا كولور كيما قلت لكم من الاول في الفيديو تحبوا نديروا لكم في الدوري كامل لا كاركاس تاع الاتر هذا في الدوري نخدمه لكم في الدوري ما عليكم غير تشتركوا معنا في الفيديو هذا بارطاجيوه لو ماكسيموم رانا هنا في الخدمه مع واش راح نقول لكم رانا متواجدين في ولايه بازا جوست القليعه نحن الاصل والباقي تقليد واخر كلام سلام